الخطوة الأولى هي الصعبة الحقيقة. لأ، أصعب خطوة مش الخطوة الأولى أبدا، أصعب خطوة وأنت في النص لما تسأل نفسك، هو أنا المفروض أكمل بالوجع ولا أرجع بالخسارة؟ هو أنا المفروض أكمل وأنا موجوع وبتأذي، ولا أرجع وأخسر كل اللي أنا حطيته من وقت وجهد وعمر وحياة؟ أصعب مرحلة مش اللي أنت بتبدأي فيها تجربة، أصعب مرحلة هي مرحلة تقييم التجربة، لما تسأل نفسك هو أنت كان صح ولا لأ، وتكتشف أنه كان غلط، وساعتها تبقى محتاجة قرار واضح تقولي لنفسك وتبقى أنت مسؤولة فيه على نفسك، هكمل ولا هرجع، هكمل وأتألم ولا أرجع وأخسر.